الوطنية العراقية عملت في السابق بدون قانون، لذلك أجرت انتخابات وكانت هذه انتخابات المكتب التنفيذي غير شرعية وعليه تم إلغاءها، ومن ثم تم تسوية هذا الأمر بالرجوع إلى قوانين عراقية. نأمل أنه في المرحلة المقبلة بعد إقرار قانون اللجنة الأولمبية أن يكون عملها عمل صحيح ويتناغم مع قوانين المؤسسات العراقية، وأيضا تركز على رياضة الإنجاز العالي، لأنه حقيقة يعني أكثر من 60 سنة وإحنا ما نملك أي إنجاز. لحقيقة عمل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تعرض أيضا كما تعرضت جميع اللجان الأولمبية الدولية والإقليمية إلى مشكلة كوفيد-19، وباء كورونا اللي حجم الأنشطة الرياضية ووقفها إلى حدود بعيدة، وتأثرت بها جميع الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية إلى الحد الذي أوقف أولمبياد طوكيو كما هو معلوم. لكن هذا الجانب اللي يعني ننظر له من جانب أنه أوقف الأنشطة الرياضية هو جانب سلبي أخر الرياضيين وغيرها.